تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 11 من برنامج العظماء المائة، وهي حلقة سنناقش فيها قضايا تاريخية متنوعة غاية في الأهمية، وردتني عبر مئات الرسائل إن لم تكن آلاف الرسائل التي وصلت للبرنامج. القضية الأولى التي بعث بها الكثير عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وحتى على الإيميل الشخصي الخاص بي، والتي تكررت بعد كل حلقة عرضتها، والسؤال الذي تكرر مرارا وتكرارا، وهو من أين أحصل على الكتاب؟ في هذه الحلقة فقط سأذكر أماكن التوزيع التي أعرفها، ومن لم يجد الكتاب في بلده فليتواصل مع الأستاذ محمود من دار التقوى المصرية، وهذا هو رقم هاتفه. كل من أراد الحصول على الكتاب يمكنه التواصل مع الأستاذ محمود، والأستاذ محمود أخبرني أنه يوصل الكتاب عبر البريد. بالنسبة لمصادر الحلقات، هي نفسها مصادر الكتاب، وهي مصادر كثيرة مكتوبة في نهاية الكتاب. من أهمها مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير وتاريخ الطبري وغيرها من المصادر الموجودة في نهاية الكتاب كما ذكرت، والتي لا يتسع المجال لذكرها جميعا الآن، ولكن لعلي هنا أذكر أهم الباحثين التاريخيين والعلماء الذين نقلت من أبحاثهم أو استفدت من دروسهم. وأرى أن أهم مؤرخ موجود في أمة الإسلام في هذا الزمان هو الدكتور علي الصلابي، وهو أستاذ ليبي متخصص في التاريخ وله كتب رائعة، منها على سبيل المثال كتاب عن الدولة العثمانية، ورد فيه كثير مما نقل لحضراتكم في هذا البرنامج. من مصر كان الدكتور راغب السرجاني من أهم الباحثين التاريخيين الذين استعنت بأبحاثهم، وكثير مما ورد في الكتاب والحلقات عبارة عن أبحاث قام بها هذا الدكتور الجليل. من المملكة العربية السعودية يأتي أحد مجددي التاريخ الإسلامي في هذا الزمان، وهو الدكتور محمد ابن موسى الشريف، وله دروس رائعة في اليوتيوب عن العظماء في تاريخ الإسلام، ومنها قصص الأخوين بربروسا على سبيل المثال. شاهدوها ستستفيدون شاهدوها ستستفيدون منها كثيرا إن شاء الله. من الكويت الحبيبة يأتي الباحث التاريخي الكبير الدكتور أحمد يوسف الدعيج، وقد استفدت من دروسه في تاريخ الإسلام كثيرا. الدكتور الدعيج لديه سلاسل غاية في الروعة موجودة على اليوتيوب، سلاسل رائعة في التاريخ الإسلامي. من المغرب هناك عالم لا يعرفه كثير منا، ولكني أعتبره من أهم علماء الأمة حاليا بالرغم من حداثة سنه، وهو الشيخ دكتور سعيد الكملي، وقد استفدت من فقهه ودروسه التاريخية كثيرا. تابعوه أيضا على اليوتيوب، له روائع حقيقية. وأيضا في موضوع الأندلس الدكتور المنتصر الكتاني رحمه الله الذي ذكرناه سابقا. الآن نأتي على التساؤلات التي أثيرت حول الحلقات العشر الماضية. بداية أريد أن أعتذر عن خطأ كبير في الحلقة الخامسة التي ذكرت فيها المجاهد عبد القادر الجزائري، وقد ظهرت فيها خريطة مبتورة للمملكة المغربية، والحقيقة أنني لم أنتبه لتلك الخريطة عند وضع لها، ولكن سبحان الله لعل الله أراد أن يكون ذلك الخطأ لكي ننبه جميع الإخوة بأهمية المغرب ووحدته التي تريد إسبانيا تفكيكها عبر التاريخ من خلال نزع الصحراء المغربية منها. اعتذار لكم إخوة المغاربة. أما العلم الذي ورد في حلقة الأخوين بربروسا وبه النجمة السداسية، وردتني عليه كثير من التساؤلات. هذه الصورة كانت صورة للعلم الذي يستخدمه القائد المجاهد خير الدين بربروسا،
والنجمة السداسية يا إخوان ليس لها أي تعبير ديني كما يعتقد البعض، ولا علاقة لها بالتخيلات التي ذهب إليها البعض، وإنما هي رسم زخرفي إسلامي في الأصل، ورد في كثير من الأعلام والنقوش الإسلامية قبل نشوء دولة إسرائيل بمئات السنين. ونصيحة لكثير من المتابعين، دعكم من قصص الماسونية والمؤامرات واتهام أبطال المسلمين الموحدين بالماسونية. فأحد بنود نظرية الغزو التاريخي التي ذكرناها هو قتل سيرة القدوة وتشويه أبطال المسلمين بعد موتهم. دعكم من هذه التخيلات والافتراءات على رجال أبطال، وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله، أما أنتم فحاكموا الناس على ظواهرهم. سؤال آخر عن صور الأخوين بربروسا، هل هي صورهم الحقيقية؟ يعني أنا اجتهدت باختيار الصور وأعتقد أن أغلبها حقيقية، ولكن هذه الأمور ليست مهمة كثيرا يا إخوة. ركزوا على الجوهر ودعكم من القشور. المغزى من ذكرنا لهذه القصص هو التعلم من هؤلاء الأبطال. بالنسبة للخليفة المجاهد سليمان القانوني، وردت أسئلة عن حياته الشخصية، الجواب عرضته في بداية الحلقة الثامنة. بإمكان من يريد أن يعرف الجواب أن يستمع للحلقة الثامنة، ولكن بترو وتأمل. وردتني رسائل كثيرة من الإخوة اليمنيين، قالوا أن الشيخ اليمني الوارد اسمه الذي ذكر في هذه الحلقة هو الشيخ الأهدل وليس الأدهل كما ذكرنا. والحقيقة أنني من كثرة الرسائل اعتقدت أنني فعلا ارتكبت خطأ في ذكر هذا الاسم، على الرغم من أن هذا الاسم الذي ذكرته هو نفس الاسم الموجود على الوثيقة أو على البرقية التي ظهرت في الحلقة، إلا أن أخا عزيزا من اليمن هو حسين قيسان بعث لي بصورة لصحيفة بها قصة هذا البطل المغربي واسم الشيخ اليمني وهو حسين الأدهل كما ورد في الحلقة. شكرا أخي حسين. سؤال طرح كثيرا، لماذا لم يستعد العثمانيون الأندلس على الرغم من قوتهم البحرية الكبيرة التي ذكرنا بعض مظاهرها في الحلقات الماضية؟ والحقيقة أن العثمانيين بالفعل حاولوا استعادة الأندلس، بل واحتلوا مدنا ساحلية بالأندلس، ولكن الأندلس في تلك الفترة يا إخوة كان وراءها قارة بأسرها، كان وراءها دول أوروبا الكاثوليكية بأجمعها، جيوش جرارة كانت في الأندلس. أضف إلى ذلك بعد الأندلس عن أرض الخلافة العثمانية، وللأسف فإن ملوك المغرب في تلك الفترة رفضوا دخول العثمانيين للعبور إلى الأندلس عبر المغرب كما عبرها الفاتحون الأوائل مثل طارق بن زياد والمرابطين وغيرهم، ولم يكن في نية العثمانيين محاربة المسلمين في المغرب وإراقة الدماء من أجل فتح الأندلس، خاصة أن المغرب كانت مستهدفة أيضا من الصليبيين الإسبان والبرتغاليين. ولكن الجميل أن العثمانيين بالرغم من كل هذا تحالفوا مع مجاهدي المغرب في معركة وادي المخازن الشهيرة، وسنذكر هذه المعركة معركة وادي المخازن إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة. أما بالنسبة للترجمة فقد تطوع كثير من الإخوة والأخوات جزاهم الله كل خير بترجمة بعض حلقات البرنامج إلى لغات مختلفة. ترجم البرنامج حتى الآن إلى عدة لغات، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، والإندونيسية، وجاري العمل على ترجمة الحلقات إلى الألمانية والإيطالية والفارسية. ومن أراد أن يتطوع فإننا في صدد إنشاء فريق متكامل من المترجمين، تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر. ولكل من ساهم في الترجمة شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. وقبل نهاية الحلقة أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا البرنامج ونشره، صغيرا كان أم كبيرا، هناك الكثير من المعلمين والمعلمات الذين بدأوا بنشر هذه الحلقات على تلاميذهم، وهناك أيضا أساتذة جامعات، تصلني رسائلكم وأقرأها جميعا، شكرا جزيلا لكم. إلى الآباء، إلى الأمهات،
إلى الأبناء والبنات، إلى أئمة المساجد، إلى الإخوة والأخوات الذين ساهموا بالترجمة، إلى الإخوة والأخوات الذين نشروا البرنامج، إلى أشخاص نشروا هذا البرنامج بشكل كبير لا أعلمهم ولكن الله يعلمهم. شكرا جزيلا لكم. إلى هؤلاء جميعا، تقبلوا من أخيكم جهاد الترباني هذا الشكر. ولا أنسى أيضا أن أشكر جميع من بعث لنا بالرسائل والصور. تصلني رسائل باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات المتعددة من مختلف أنحاء الأرض. أقرأ رسائلكم جميعا، وسامحوني إن لم أستطع التواصل مع الجميع وذلك لضيق الوقت، ولكن أحبكم في الله. من الصور الجميلة التي وصلت إلى هذا البرنامج صور لشباب إندونيسيين يتابعون هذا البرنامج في إندونيسيا ويتم عرضه في أحد المساجد في إندونيسيا. من الصور الجميلة التي وصلتني أيضا صورة لأحد الأبطال الصغار الذي أعتقد أنه أصغر متابع لهذا البرنامج، ومن مسجد أحمد الهندي في العاصمة الأردنية عمان، حيث يتم عرض البرنامج في المسجد بشكل أسبوعي. من الولايات المتحدة الأمريكية هناك أبطال يتابعون هذا البرنامج أيضا، منهم على سبيل المثال عائلة الأستاذ رمضان، وهم عبيدة ويوسف وسجى وأمل وآية. مرحبا بكم جميعا. من العاصمة السعودية الرياض وصلتني صورة لدار مكة لتجمع للأخوات يقومن به بمشاهدة البرنامج سوية. وشكرا لجميع الإخوة الذين يقومون بعرض البرنامج وفي بعض الأحيان عمل مسابقات حول الأبطال الذين ورد اسمهم في البرنامج. شكرا لكم، شكرا لكم على حرصكم على الكتاب والبرنامج. هذا البرنامج يا إخوة هو برنامجكم أنتم، ولن أنسى فضلكم في نشره، فكلكم أبطال لهذا العمل. أشكركم مرة أخرى وأدعوكم لمتابعة الحلقات العشر القادمة التي ستكون بإذن الله أهم عشر حلقات في البرنامج على الإطلاق. سنفتح فيها إن شاء الله ملفات خطيرة ربما ستغير من تفكير الكثير منا. بالنسبة للأناشيد سألني البعض عنها، كانت كثير من الأناشيد التي وردت في نهاية الحلقات بصوت الدكتور محمد الحسيان جزاه الله خيرا، وأنا هنا أقدم له الشكر لتشريفه لي بالسماح بعرض أناشيده الرائعة في البرنامج. أما النشيد الرسمي للبرنامج ما وهن، فقد تشرفت بكتابته للمنشد الرائع نايف الشرهان الذي لحنه وأداه بشكل فائق الجمال. الكلمات التي كتبتها لهذا النشيد استوحيتها من قصص الأبطال المسلمين الذين غيروا مجرى التاريخ. وفي نهاية الحلقة أهدي هذا النشيد إليكم جميعا. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القاقع كبر. التاريخ عدنا وابرجانا
كتبنا صفحة المجد التالي. اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار. واذكروا فتحا لمكة بعد